مساء الخير. طقس ربيعي مستقر رح يسيطر على أجواءنا للأيام القادمة مع ارتفاع بدرجات الحرارة. إذن جونا لبكرة غائم جزئياً إلى قليل الغيوم، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من شمال وعكار، عم بتسجل 28 درجة، طرابلس 26، العاصمة بيروت أيضاً 26 درجة، وسور 27. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 24 درجة، اللقلوق 16، زحلة 25، وجزين 26 درجة. نسبة رطوبة ساحلة بتوصل لل 75%. الرياح السطحية تتراوح سرعتها بين 20 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. إذا شو هي الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للخميس جونا غائم جزئياً إلى قليل الغيوم مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة ل 26 درجة ساحلاً. للجمعة السبت والأحد جونا بتابع دافئ نسبياً ومستقر مع ارتفاع متزايد وملحوظ بدرجات الحرارة ل 30 درجة لنهار الجمعة، 31 درجة لنهار السبت أقصاها طبعاً، و 29 درجة لنهار الأحد. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم بذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.